أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات جديدة ما زلنا مع الرسول بولس والنهارده هنبتدي سلسلة من الحلقات تحت عنوان بولس الرسول والواقع الاجتماعي اللي هو كان عايش فيه لا يمكن لأي مبشر لا يمكن لأي خادم لأي راعي يقدر يأثر في مجتمعه إلا لو عمل تحليل مجتمعي للبيئة اللي هو عايش فيها وعرف الخريطه، وعرف التقسيمات، وعرف الطبقات والفوارق، وعرف النسب، وعرف المشكلات، وعرف الفروقات اللي بين الافراد اللي موجودين، يعني نسبة الأمية قد إيه، نسبة المرأة قد إيه، آه وهكذا، يعني فكرة تحليل المجتمع. بولس اهتم لدرجة إنه في أربع رسائل عمل تحليل المجتمع. وبين قد ايه هو على وعي وادراك انه مش كل مجتمع زي التاني كمان يعني مجتمع اللي كان فيه المسيح في اورشليم في 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 فلسطين مختلف تماما تماما عن العالم اللي بولس الرسول كان بيخدم فيه بولس تقريبا ما خدمش في اورشليم لانه ما كانش ده مكان العمل بتاعه ده كان مكان عمل بطرس الرسل لكن بولس كان حوض البحر المتوسط بما فيهم بقى كلوسي افسس كلوسي مرحاش، لكن اقصد المنطقه بتاعه تركيا حاليا مع اثينا ولغايه روما وايطاليا في العصر ده في الوقت ده اللي راح ابتدى بولس خدمته في القرن الاول كانت الامبراطوريه الرومانيه بتحكم بدراعين يعني هذا العالم كان محكوم من خلال الامبراطوريه الرومانيه بدراعين الدراع الاول اللي بيحكم العام القوانين الرومانيه ودي اخذنا فيها حلقات والنقطه الثانيه هي الثقافه اليونانيه ودي برضك اخذنا فيها حلقات فهم الاثنين دول من واقع القوانين الرومانيه والثقافه اليونانيه الاثنين دول اندمجوا مع بعض عملوا لي عالم واحد لاول مره تقريبا انت عايش في حضاره واحده مع قليل من الاختلافات بين يعني مكان ومكان او بلد وبلد كل بلد ليها خصوصيه يعني مثلا وضع المرأة اليهودية غير اليونانية غير الرومانية، وأنا عنها، يعني لما نيجي عند الذكر والأنثى هنتكلم عن الفروقات بين، لكن بولس كان مدرك لدي. مدرك الفرق بين المرأة في كل مجتمع من دول. مثلا مشكلة زي السمرين، دي مش موجودة خارج اليهودية. يعني مش موجودة أبدا في أي بيئة، عشان كده لا يعني لا نواجهها في رسائل بولس أو في رحلات بورس كلمة سامري لكنها كانت مشكلة كبيرة عند أيام أو زمن أو في مكان فلسطين في زمن الرب يسوع. فمش كل واقع مجتمعي زي الثاني. بولس عمل تحليل دقيق جدا جدا. ومبني على سبع فروقات. يعني قسم المجتمع ده ل 14 فئة. وكل فئة قصاد الفئة الثانية. فعندي سبع تقسيمات. وكل تقسيمه فيها طرفين على الأقل. ازاي نقدر نوصل للمجتمع ده محتاجين رحله 2000 سنه عشان نقرب من المجتمع ده شويه عشان نقدر ندرك الفروقات الهائله خلوا بالكم الهائله اللي احنا مش ممكن نلمسها النهارده ولا يمكن نتصورها النهارده بعض الاختلافات دي هقف عندها حلقات مش حلقه واحده او اثنين خاصه السيد والعبد وبعض الاختلافات هتاخد منها حلقه واحده لكن لازم نقف عند ال 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 هذا التحليل الدقيق والأمين والواعي للمجتمع اللي أنا بعيش فيه واللي أنا عايز أخدمه. مش من أفضل الأشياء إنك تتعدى الحواجز، الحواجز لكن إنك تتحداها مش تتعداها، تتحداها. إنك تواجهها لأنها واقع فليس من المفيد أبداً وأنت بتواجه واقع تقول إنه مش موجود. او ما تدوش انتباه الفروقات كانت ضخمه وكانت عنيفه و, 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 و، والاشخاص كانوا على طرفي نقيض ما فيش حاجه توصل بينهم ابدا عشان توصل بين فئه وفئه من التقسيمات السبعه عايزه معجزه اللي انا بسميها الجسد الواحد الجسد الواحد اللي احنا بنعيشه النهارده ألطف بكتير أسهل بكتير يعني مفيش مقارنة بين المعجزة الأولى اللي اتعملت بعد بداية الكنيسة في بداية الكنيسة الموضوع مستحيل استيعابه أنا بقول لكم مستحيل زي ما بقول لكم لما نوصل لفكرة السيد والعبد بالذات لأن هي دول الطبقتين الأكبر لأن احنا نتكلم عن مجتمع في معظمه كان ذكوري مش بس المجمع اليهودي لا معظم الكنايس المرأة موجودة لكن على الهامش بصراحة. يعني بعض السيدات كان ليهم بعض الـ 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 الأدوار لكن مش زي في النهاية الرسل ومش زي الخدام أو الرعاة الأوائل. كل الأسقفة كل الناس اللي خدمت في البداية والمجتمع فيه معظمه كان ذكوري. وبالتالي كان فكرة السيد والعبد هي الفكرة المسيطرة لكن نقول ناخد مثلا في رمية واحد آه آه هنلاقي, الـ الـ الاختلافات هنلاقي الاختلافات دي في روميا ثلاثة هنلاقي الاختلافات دي في كورنثوس الأولى عشرة في غلاطيا ثلاثة في غلاطيا 3 هاخد أبتدي بيها وبعد كده أبتدي باللي أنا عايز أتكلم عنه في غلاطيا ثلاثة ثمانية ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر أو أنثى لأنكم جميعا واحدا في المسيح يسوع الكلام ده موجود في غلاطيا الثلاثة ده تشريح لمجتمع 100% في وفي نفس الوقت بيقول لنا في النهاية مفروض كلنا متساويين على قدم المساواة كلنا واحد أمام المسيح وفي المسيح نحن واحد أمام المسيح ينظر لإيماننا ينظر لخلاصنا احنا كلنا متساويين تماما في المقام في في كل شيء في التمتع بالبركات مفيش حاجه مفيش تمييز بين فئه وفئه الجميع واحد في المسيح في كلوسي 3/11 بنقرا بقى التقسيمه الاشمل ودي اللي فيها بيقول الرسول بولس حيث ليس يوناني ويهودي دي اول تقسيمه ختان وغرله بربري سكيسي عبد حر بل المسيح الكل وفي الكل دي التقسيمات اللي الرسول بولس اهتم انه يقول انه على وعي وهو بيقول ان احنا واحد وان الكل واحد في المسيح لكن التقسيمات دي موجودة والتقسيمات دي واقع في المجتمع وواقع في البيوت وواقع في الكنائس لكن مع انها واقع هنشوف بولس ازاي يتعامل معاها بقى يعني كيف تعامل بولس الرسول مع الواقع ده هو واقع زي ما المسيح اتعامل مع الواقع الخاص ببيئة فلسطين تماما يعني لو بولس بيتعلم فهو بيتعلم المسيح يعني ايه اتجسد عشان بيني وبينكم مين اللي اتجسد بالفعل بس الوحيد هو المسيح يعني الوحيد اللي أخلى نفسه هو المسيح لا بولس هيخلي نفسه يخلي ده هو عبد في الأساس أنا والمشاهدين اللي بيسمعوني إحنا عبيد يعني إيه نخلي نفوسنا يعني إيه نتواضع اللي يتواضع ده اللي هو في درجة سامية وبيتنازل الوحيد اللي عمل كده هو المسيح لكن بولس تمثل بالمسيح وهو عبد تمثل بالمسيح انه في النهاية ازاي يخدم اخواته المسيح ساب مجد وصار عبد عشان يقدر يوصل للناس ويغيرهم وده مفهوم التجسد <applause> اني اكون واحد اني اكون زيهم إني بعاني زيهم. أنا يعني فبولس يعني اكتشف ده في حياته هو من خلال اختباره للمسيح وقال أنا هطبق ده بالظبط اللي هو ده اللي فرق معايا وهو ده اللي غيرني وهو ده فكر المسيح اللي لازم يكون فينا إن احنا نتجسد إن احنا نقترب إن احنا نتعامل مع الناس بإعتبارهم زي ما قلت فكرة إنسان. فلو المجتمع بيفرق بين الانسان واخيه الانسان ازاي المسيحيه تيجي عشان تعالج الخلل ده الخلل ده خاصه في المكان اللي جايين نعبد فيه خالق واحد وفادي واحد واله واحد ازاي الفوارق دي لازم تنتهي ما ينفعش ادخل لمحضر ربنا وانا سيد ما ينفعش هو سيد واحد ففي الاخر اللي بيقدر يعني ينهي التقسيمات دي والفروقات دي هو شخص المسيح بس. احنا بس ممكن نضيف على التقسيمات دي اللي قالها بولس وهو ما ذكرهاش لكن هي كانت حقيقه واقعه هو التقسيم السياسي. يعني بولس اتكلم عن التقسيم الثقافي عن الديني لكن ما اتكلمش عن السياسي، السياسي اللي هو انت تبقى مواطن روماني او غير روماني. طبعا بولس احنا عارفينه كان روماني. لكن هم صنفين في العالم عارفين زي في يهود وامم في رومان وناس مش رومان ايا كان بقى ثقافتك ايه جنسك ايه مهما كانت حكمتك مهما كان غناك مهما كان الغنى اللي فيك انت اهم حاجه تكون روماني ولما تبقى روماني انت يعني يعني من النوع الاول في العالم ده مش مش من النوع الثاني يعني مش درجه ثانيه درجه اولى ال فاحنا هنتكلم عن سبع تقسيمات هقولهم بسرعه معاكم اول حاجه التقسيم الاول التقسيم الاجتماعي عبد حر مفيش حاجه بين البنين انا في المجتمع ده في ناحية الطبقة الاجتماعية بتاعتي، يا أنا عبد لإما أنا حر. التقسيم الثاني هو الديني. يا أنا يهود يهودي يا أنا أممي. وأممي دي بتتقال عنها يوناني وهنوصف يعني إيه يوناني؟ كلمة يوناني دي ليه بتطلق على الأمم؟ ده التقسيم الديني. يبقى ده الأول وده الثاني. التقسيم الثالث هو التقسيم النوعي ذكر او انثى والتقسيم الرابع التقسيم السياسي روماني او غير روماني مهما كانت الجنسيه بقى مصري يوناني التقسيم الخامس هو التقسيم الثقافي. لا إما يوناني لا بربري. بين قوسين سكيسي. هنشرح ايه الثلاث كلمات دول. التقسيم السادس التقسيم السادس هو التقسيم الاخلاقي. خطاه متدينين. حتى لو متدينين دول يا جماعه عبدت اوثان. يعني اراكم من كل وجه متدينين من كل جهه. يعني فهو في الاخر بيعبد. لكن في ناس خطاه ما لهمش اله. ده التقسيم الاخلاقي. سبعه التقسيم الاخير هو التقسيم الاقتصادي. غني او فقير. دي ده, ده واقع المجتمع في زمان بولس او العهد الجديد يعني انت امام ناس او انسان إما هو عبد لاما هو حر إما هو يهودي لاما هو اممي وهو واعي وهو بيقدم رساله ان المجتمع ده فيه الاثنين يعني الكنيسة اللي هو انشاها في, في في كورنثوس مثلا فيها العبد وفيها الحر وفيها اليهودي وفيها الأمم وفيها الذكر وفيها الانثى وفيها الروماني وغير الروماني وفيها اليوناني وفيها البربري وفيها الخاطي، وفيها المتدين وفيها الغني وفيها الفقير. دي دي حالة الكنيسة ودي حالة المجتمع. وبالتالي هو كان واعي ان كل دول المفترض يكونوا واحد في المسيح وواحد أمام المسيح. يعني احنا كلنا واحد في نظر المسيح امام المسيح واحنا واحد لاننا في المسيح واللي بيوحدنا واللي بيعمل المعجزه دي ان احنا في المسيح ان احنا قابلنا المسيح سيد لنا كلنا مخلص لنا كلنا وبالتالي ما فيش الفرقات دي واحنا امام المسيح واحنا امام مئذ العشاء الرباني ما فيش الفرقات دي بيزيل الحواجز دي بينهيها في الوقت ده مش ان انا هرجع بيتي بعد ما كنت عبد ابقى حر لا يعني لما نيجي عند العبد الحر بالذات بقول لكم دي هناخد فيها وقت طويل خلوا بالكم المسيح لو ناخد نموذج لقاء سبعة بس لوقا سبعة عارفين لوقا سبعة من واحد لعشرة لقاءه مع قائد المئة المسيح هنا بيهد بيكسر حاجز التفرقة العنصرية الخاصة بالأمم لأن قائد المئة ده أممي روماني شخص روماني اممي ازاي يتعامل مع المسيح ازاي يصنع مع الغلام بتاعه معجزه المسيح كسر هنا حاجز مش كل اليهود كانوا بيقدروا يحجزوه اه، يكسروه الحاجز اللي بعديه على طول من 11 ل 17 اقامه ابن ارمله اثنين الارمله دي يعني ينظر اليها بكثير من الشك والريبه ما فيش حد بيحب يتعامل معاها ما فيش حد يلتصق بيها وفي الاغلب العام بيبقوا فقراء الارامل فالمسيح اي حاجز كان بيجده كان بيكسره بعديها على طول بيكلم بيتكلم عن الفريسيين من ناحيه والخطاه والعشرين من ناحيه تانية وقف في جنب الخطاه والعشرين وقال لي يسبقونكم الى ملكوت السماوات يعني هنا الحاجز الديني كسر الحاجز الديني اللي بين الخطاه وبين المتدينين بعديها دخل في الحاجز الاخلاقي عندما تقابل مع المراه الخاطئه في بيت سمعان الفريسي ده الشخص بقى الأخلاقي ودي الشخصية المعروفة إنها خاطئة. المسيح كان بيكسر حواجز وكسر حاجز أصعب بكتير بقى هو حاجز السامريين اللي هو بولس ما واجهوش في كراسته يعني بولس ما نسمعش كلمة سامري مش موجودة. خلي بالكم كلمة سامري مش موجودة عنده مش موجودة في رسائله ما عندوش المشكلة ما فيش قضية اسمها السامريين لكن دي كانت قضية كبيرة عند الرب يسوع المسيح وقدر يواجهها فلو بنقول هو اتعلم اتعلم من مين من استاذه ومن معلمه مفيش غير المسيح يعني انا مش عارف اقول لكم ايه يعني في كل المرات اللي بتقابل فيها مع بولس انا شخصيا بكتشف انه بيشاور على نقطه ابعد منه بكتير هي المسيح مش عايزني انا اشاور عليه هو بيشاور على نقطه ابعد منه اعظم منه بكتير هو اللي اتعلم منها هي الاساس اللي احنا كلنا بنتعلم منه هو المعلم وهو السيد وهو الملهم ملهم لينا كلنا في حياتنا هنا هو شخص المسيح عشان كده عايزين نتعلم من بولس اللي قال لنا كونوا متمثلين به كما انا بالمسيح وخلينا في حلقات جايه نخترب من الشخصيه دي خاصه في ظل التفرقه اللي كانت موجوده التفرقه الشديده والحواجز دي والتقسيمات دي والخرايط دي ازاي هو أقرب منها وتعامل معاها كل تقسيمه من دول انا نسيت اقول كمان في تقسيمه بس يعني داخليه اسمها التقسيم الفرائدي يعني جوه اليهود بقى في مين من الختان يعني مين اللي ختن في اليوم الثامن يعني طبعا في ناس كانت بتدخل بقى اسمهم دخلاء هنتكلم عنه بالتفصيل لكن عايز اقول لكم دي كلها تقسيمات مين اللي من الختان ومين من الغرله ومين اللي اصله كده يعني وبعد كده اختتن وهو كبير أنا عايز في نهاية الحلقة النهاردة أشجعكم أنه لو أنت في خدمة لو أنت في كنيسة لو أنت قريب من الناس وحواليك ناس تعرفهم حاول من دخلك من جوة ذهنك تزيل وتحاول تنهي أسطورة التقسيمات دي إحنا كلنا واحد في المسيح إحنا بنيجي كلنا بنتضع أمام المسيح، وإحنا لينا سيد واحد ولينا إله واحد ولينا ملك واحد هو شخص المسيح. عايزين كلنا نيجي معترفين الاعتراف ده، ويقلل جدا من العنصرية اللي بتحاول تشوه صورة المسيح فينا دي. تاكل منها كتير. يعني المسيح عمره عمره ما كان عنصري. المسيح جاء أحب العالم والصليب يعني المكان المحبب للمسيح الصليب هو في بؤره العالم ولا يستثني احد ولا يستثني احد الطبقيه دي صنع الانسان لكن احنا عايزين نتقابل مع الله عشان يصنع فينا هذا الاتجاه الجديد من يشيل من جوانا التقسيمات في تقسيمات طبعا غير دي كتير بقى تقسيمات جوايا انا وجواك انت تقسيمات بتفرق بين الناس بدل ما نكون واحد في المسيح والى اللقاء في حلقه قادمه